مرحبا بالناس كاع اللي دخلوا معانا، اللي دخلي بارطاجي. جيب لكم اليوم شي حاجه زوينه، غندير معكم لايف خفيف، حاول ما نطولش معاكم. عافاكم اللي دخلي بارطاجي. مزيانه كوتر بالنسبه نشوف ما داخلاش. اللي دخلي بارطاجي قبل ما تطلع لي شويه اللايف. نبدا معاكم ب البنات، عافاكم اللي دخل يبارطاجي. باقي ما كيطلعوش ليا لي كومونتير، باقي ما كيطلعوش. 0 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
بنعزل عندي هميزات ان شاء الله الاخر ديال اللايف نوريهم لكم. صوم 550 درهم للجرام. زين منوره اليوم، الله يحفظك اختي بوشرة، الله يكبر بيك، شكرا على شيرة، تبارك الله بوشرة ديما على الموعد، الله يحفظك اختي بوشرة. لا هي داخله بوشرة، هي داخله بسمية ونية بوشرة. نيزا نيزا، سلام خديجة اختي، سلام اختي، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير هانين، كلشي مزيان صحيحة، كي دايرين مع الشيبات؟ ان شاء الله غير يطلع لي شويه اللايف ونبدا معاكم، راه جايبه لكم شي حاجه ديال الهميزات، وغندير معاكم اليوم لايف خفيف، غير ما كنت عيانه شويه ما بغيتش ما نديروش. البنات عافاكم اللي دخل يبارطاجي باش نبدا معاكم، ودائما ان شاء الله دائما كل شيء للجرام، 600 درهم للجرام ان شاء الله. البنات اللي دخل يبارطاجي باش نبدا معاكم، غير يطلع لي شويه اللايف ان شاء الله ونبدا معاكم. بارطاجي ليا فيسبوك لي جروب كيتش، نبدا معاكم. سلام ليمن جيزة، سلام ليك من امريكا، سلام اختي بارك الله فيك اختي، السلام عليكم. بغيت سلسله غورميت والثمن. يوسف خويا كاينه شي سلسله غورميت؟ على حسب الثمن، على حسب المواصفات. الا كانت تعطيها ليا ندوزها. أم كلثوم سلام، أنا جيت، مرحبا بك أم كلثوم، مرحبا مرحبا بالناس الجداد والقدام والقدام والله مرحبا بكم كاملين، وشكرا بزاف أنكم كتجيو في الموعد معايا، الله يخطيكم، شكرا لكم بزاف. نبدأ معكم البنات قبل ما طلع شوية اللايف باش الناس ما يملوش. مالكي ياك ما مريضة؟ غير عيانة شوية شوية، المورال شوية ماشي تليه. نبدا معكم البنات، البنات الناس اللي قدام راه كيعرفونا، واللي جداد خاصنا ضروري يعرفونا. معكم خديجه من بيجوتري امزيل، كنبيعوا الذهب 18 كاره اللي عند الذهبيه كاملين، كنديروا لا ليفغيزون لجميع المدن المغربيه، يعني فابور البنات، كتوصلك الامانه حتى للدار. اللي بغات شي حاجه كدير ليها السكرين، كدوز عندي الواتساب، كتخلي لي غير السميه الكليه لادريس نيميرو تليفون وكنتواصلوا معاها. ومرحبا بكم، واللي بغات شي كوموند نصاوبوها ليها كتصيفط لي غير السكرين ديال الحاجه اللي بغات تصاوب وكنصاوبوها ليها. صوم 600 درهم للجرام، حنا البنات راه كنبيعوا للجرام، الاغلبيه ديال السلعه ديالنا كامله تقريبا للجرام، شي حاجه قليله
يا ربي امين اختي بارك الله فيك. نبدا معاكم بهاد كينزو البنات صوم 600 درهم للجرام، صوم 600 درهم البنات غير سمحوا لينا لا سمعتوا الصوت، صوم 600 درهم للجرام. بالنسبه للحلقات كيديروا 4850 4850 بالنسبه للصوم 600 درهم للجرام. بالنسبه للبراسلي البنات 10800 10800 البنات ديال كينزو صوم 600 درهم للجرام 10800. بالنسبه للبنات التعليقه كدير 4100 درهم، بالنسبه للتعليقه البنات كدير 4100 درهم 82000 ريال 82000 ريال البنات 4100 درهم البنات صوم 600 درهم للجرام. وني البنات راه كتسمعوا 4000 درهم 8850 درهم، وني البنات راه تقول راه ثقالين والصح ما نقولش لكم صحاحين وغزالين. وبالنسبه للخاتم ديالهم صوم 600 درهم للجرام كيدير 3120 درهم. بالنسبه للخاتم كيدير 3120 درهم 3120 صوم 600 درهم للجرام بالنسبه للبراسلي البنات كيدير 10800 درهم 1,016,000 ريال 1,016,000 ريال. ام ريان سلام اختي كي دايره لاباس عليك بخير عافاكم البنات اللي دخل يبارطاجي الله يعطيكم الصحه. بالنسبه للطقم كامل البنات كيتحسب لكم ب 23900 فيه لا باغ وفيه لي بوكل لاشين بالبوندونتيف لاشين. بالنسبه للاشين راه كنبدلوها لكم الا بغيتي تبدليها بشي حاجه يعني ما تقل راه كيتبدل الثمن، ولا بغيتي تبدلي يعني غير الموديل بحال دابا هذه الا كانت فرصه بغيتي شين اخرى ماشي مشكل. المهم كيتقام عليك بالبراسلي بالحلقات البوندونتيف بلاشين بالخاتم كيتقام عليك ب 23900 البنات عافاكم بارطاجيو الله يعطيكم السر 23900. بالنسبه للبنات هاد السيدي حتى هي صوم 600 درهم للجرام كتجي فن البنات هانتوما كتجي زوينه. سلام اختي عافاك شحال تحسبي الراد كل الجرام؟ سلمى اختي الراد كل البلدي كنحسبوه ب 570 الرومي بحال هادشي هذا الرومي وفحال هذا كنحسبوه ب 600 درهم للجرام. بالنسبه لهذا وهذا اللي لابسه يعني هادو فهمتي راد قوات روميين كيتحسبوا 600 درهم للجرام. البلدي انا نوريك البلدي فحالاش، عندي واحد هنايا رقيق فينا هو ما عرفتش فينا هو. المهم حتى القاره مع السلعه كثيره حدايا. المهم البلدي صوم 570 درهم للجرام. مرحبا اختي انا معاك ام راي الله يكبر بكم اختي. بالنسبه كما قلت لكم لاشين ديال السيدي صوم 600 درهم للجرام، هادي كدير 17800 درهم 17800 درهم. لا غورميت ديالها اليوم ما عرفت ماني لا غورميت ديالها كدير 7100 درهم لا غورميت ديالها كدير 7100 درهم 7100 درهم لا غورميت ديالها كدير 7100 درهم. سلام صديقاتي ام نضال بارك الله فيك سلام عافاكم اللي دخلت بارطاجي الله يعطيكم السر الله يكبر بكم. بالنسبه للسيد ديال البنات صوم 600 درهم للجرام صوم 600 درهم للجرام. بالنسبه للكولي لي بوندونتي شو صافي ان شاء الله راه حنا خدامين على السلعه تبارك الله عرفتي واش نقول لكم علينا يعني غير صبروا معنا وصافي الله يسخر ليك. كاين شي رادكو في مستعمل كاين واحد رقيق بشحال اختي الرادكو للجرام. نعيمه الرادكو راه كيما قلت دابا للدريات
بالنسبه للبلدي كنحسبوه ب 570، بالنسبه للرومي بحال هذا الشيء ديال السيد دي، بالنسبه لهذيك هذه كنحسبوها ب 600 درهم للغرام، كنحسبوها ب 600 درهم للغرام. انتيا بالنسبه لهادو كنحسبوهم ب 600 درهم للغرام، السيد دي 600 درهم للغرام، البلدي كنحسبوه كنحسبوه نقص عفاك شو كي ديما يوسف دير لي الفرشه طول غورميت. زهره اختي اينا غورميت، قولي لي اينا غورميت نقول لك الطول ديالها. بالنسبه لهاد السيد دي كدير 7100 درهم، 7100 درهم. الكولي ديالها كيدير 17800 درهم، صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام. اغلبيه البنات حنا كلشي كنبيعوه للغرام، كلشي شي حاجه بسيطه قليله اللي كنبيعوها للموديل، اغلبيه كلشي 600 درهم للغرام. نكمل معاكم، بالنسبه لهذا الخاتم هذا كيدير 5000 درهم، 100000 ريال، 5000 درهم، 5000 درهم، 100000 ريال، 5000 درهم. نكمل معاكم بالنسبه لهاد ليشين هادو، هاد لي غورميت راه حنا خدامين عليهم. لولو اختي ما شاء الله بارك الله فيك الزين، الله يكبر بيك، كلشي زوين، الله يكبر بيك اختي. بالنسبه للسيدي شحال تقريبا تكون فيها في الطول يوسف هادي السيدي؟ دوزي عندي غير الواتساب غنحيدها ان شاء الله ونقول لك شحال الطول ديالها، ما رديتش البال ما عرفتش شحال في الطول. شحال تكون؟ تقريبا شي 48، تكون شي 48. بالنسبه للبنات لهذا كنديروه حتى هو صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام. يعني انتيا كتحكمي في الغرامات اللي بغيتي، انا كنفضل اللي بغات تاخذ بحال هذا الشيء تاخذ شويه الغرامات زايدين على ود، فهمتي؟ مصوبه مصوبه اللهم تصاوبي حاجه زوينه اللي تبقى عندك، وانت الا بغيتي تبيعيها يعني كتبيعيها وانتي ضامنه دوك الفليسات انك ما غتخسريش فيهم. الحاجه الرقيقه يعني هذيك الرقيقه كنفضل انها تستعملي استعمال يومي، بحال دابا هذا الشيء يعني كتبغي ديريه تحضري بيه تبغي هكذايا، فهمتي؟ ضروري تكون عندك من الخفيف ومن الثقيل. ولو بغيت تبالي الصويري مرحبا اختي، دوزي عندي غير الواتساب ونشوف معاك ماشي مشكل. مرحبا. بالنسبه للبنات لهادي كدير 11900 درهم، بالنسبه لهاد الكولي هذا 11900 درهم، مليون و 38 الف ريال. هذا البنات اللي مسيختي، هذا البنات اللي مسيختي، هذا راه كنديروا حتى السامبل ما بقاوش عندنا، وتبارك الله مع الخدمه كثير على الدراري يعني راه تغلبوا والله. كنت معوله باش يوجدوا لي السلعه اليوم باش ندير على اللايف، لقيتهم فهمتي يعني فهمتي عليهم عليهم الدق بزاف، ما فهمتي يعني السلعه ما وجداتش ليا، يعني حتى اللي 40 ان شاء الله وغادي ندير لكم سلعه اخرى عاوتاني ان شاء الله. ديما الجديد مع السي امزيل، ديما الجديد. بالنسبه لهذه مليون و 38 الف ريال، صوم 600 درهم للغرام، واللي بغات شي حاجه مرحبا بها دوز عندي غير الواتساب ونكونفيرمي معاها، كندفع لها لا كوموند ديالها مده سيمانه ان شاء الله كتكون واجده. مختلا وقع هكذا شي خرج فيها شي ديفو ولا شي حاجه، يعني حنا كنبغوا السلعه ديالنا تكون بيان فيني باش ما تخسرناش مع الناس وما تخسرناش مع الكليان. اختي 8000 درهم تجيب لي راكو مزيان. شويه بالنسبه للبلدي، شويه بالنسبه للرومي، ما 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 من الاحسن لا، زيدي شويه ان شاء الله. الا خفتي تخسري فليسات ديالك جي عندنا اختي ناخذ لك ديك 8000 درهم نعطيك ورقه يعني وما تعطليش علينا. غاليه اختي 600 درهم غاليه، ماشي مشكل غاليه، وسيروا عند اللي كيبيع لكم الموديل. كنتحدى اي واحد، شي واحد كيطلع لايف ولا كتمشي عند اي ذهيبي وكتقول ليه بغيت بحال هادو وكيبيعهم لكم 600 درهم للغرام، راه واخا كان ما اش نقول لك، راه كي اللي كديري مزيان 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 وكديري ثمن زوين ومناسب، واني ضروري كتلقاي هكا بحال هاد الناس هادو كيطلعوا، ضروري كيطلعوا كيبغيو بالعاني يقول لك لا غالي. واش غنقول لك، غتمشي لشي بلاصه اخرى غيبيعوا لك ب 500 درهم، ما عنديش انا المشكل، غسيري.
التهيبيه كلهم دايرين 650. خليهم الشيء هادي اقسم بالله الا كتتبع الموديل وما كتعرفيش بشحال بنادم دقها لك، كتتبع الموديل ما كيتناقشوش معاك. وفاش كيكتبوا لك الروسي والله ما كيكتبوا لك الجرامات، ما كيكتبوش لك انا ما كان يعني ما كنهضر على حتى شي واحد، انا كنهضر يعني عامه فهمتوني، ما كيكتبوش الجرام، ما تيكتبوش الجرام نهائيا. حيت فاش كتقول لي كتب لي الجرام تيقول لك انا بايع لك الموديل، يعني واخا باش تبغي تاكي تقولي راه قلبني ولا تمشي لي لامين ديال الذهبيه ولا شي حاجه ما عندك ما تصوري، حيت ما كتبش لك شحال ديال الجرامات باش يعني باش ما تثبتيش عليه هذاك التاع، يعني شريتي الموديل ماشي مشكل. خليهم يقولوا لي بغاو دابا هذا واقيلا شي ذهبي ولا شي حاجه داخل بالعاني باغي ديرونجيني، ماشي مشكل. نكمل معاكم بالنسبه للبنات لهاد الخواتم هادو، حنا البنات عارفين اش كنبيعو، راه 600 درهم راه عارفين اش كنبيعو، 600 درهم راه ما كايناش، ولا كانوا داروها يعني كبرومو، داروها كبرومو كما انا درت لايف ديال يعني كنبيع ب 600 درهم للغرام، عاد ناضو داروا برومو 600 درهم للغرام. اما من الاول لا اختي ما عندي علاش نطيع عليك، بان كنهضر على بصفه عامه قضية موديل راه عارفين الى غير كي شو بها اختي. لا كلشي الموديل فين ما مشيتي للموديل اختي. توصلت مع واحد السيده كيانه ديالها سبات ليا 7.27 غرام ب 4708 645، هذاك الشيء اللي كاين. راه شوفوا راه شي فاش كتقول لك هذه الموديل، انا ما كاين السي امزيل الوحيد في المغرب اللي كيدير 600 درهم للغرام، هذاك الشيء اللي كاين البنات. انا عارفه اش كنقول، يعني انا ماشي كنكذب، راه ماشي بنادم راه غشيم وراه ما كيدخلش السوشيال ميديا، راه تبارك الله لايفات يوميا كيداروا، وتبارك الله المحلات يعني بزاف، راه فين ما مشيتي كتلقاي محل ديال الذهبي، وفاش كتدخلي راه كيعطيك الثمن كيقول لك اختي عافاك كنت خديت دمني جبتول، وفي كل كيطلق فيه شويه الكحوليه. واش عادي اختي؟ عادي ماشي عادي، عادي لا اختي انا لا ذهبيه لا معاك اختي في قضيه الموديل. اختي الموديل كاين غير سي امزيل عنده لاتولي، الله يحسن العوان كما كنقول لكم، الله يحسن العوان هادوك مساكن حتى هما كيتقداو كيعاودوا يبيعوا. راه حتى حنا دابا عندنا شي سلعه هنايا كنتقداوها من السوق ديال الذهب كنبيعوها للموديل، حيت ما مصاوبيناش حنا ما عندناش ربح نبيعوها ب 600 درهم للغرام، وحنا ديجا واخدينها بواحد 650 ولا 620 درهم للغرام، فهمتوني؟ يعني الناس اللي كيبيعوا الموديل الله يحسن العوان. سي امزيل عنده لاتولي يعني هو كيصاوب كياخذ شي حاجه بسيطه على حسب الصنايعيه اللي عنده، وغادي كيبيع بالجمله وكيبيع بالتقسيط، يعني راه حاجه كتغطي لي على حاجه كما بغينا نقوله، واش فهمتوا؟ يعني لا باع بالجمله وباع بالتقسيط، يعني راه بحال كيما البيع والشرايه، فاش كتبيع بياسه كتضيع فيها البياسه الاخرى كتهز ليها شويه. دابا انا كندوي معاكم عادي، راه ما دايرش ما بينو وبينكم واحد يعني دايره ما بيناتكم واحد الرسميات، يعني كنفسر لكم اشنو كاين كون فيه من غرام اختي. الا بغيت رادكو زوين سي يوسف، الا بغات رادكو زوين شحال خاصو يكون فيه من غرام؟ 10 الغرام انا كتجيني قليله سي يوسف، بحال 14 15 الغرام، 14 15 غرام وانت طالعه. انا بالنسبه للبنات اللي باغي يتقدى الذهب وعنده تبارك الله فلوس يتقدى الذهب الثقيل، راه ما كيضيعش. وبالنسبه لهذا الشيء الخفيف ضروري يكون عندك ويكون قوي صح وزوين ديال ديما، ماشي داك الشيء عاوتاني ديريه ويعواج لك وصافي ويتلاح، لا. بالنسبه كما كنقول لكم بغيت رادكو 20 غرام الثمن، بالنسبه لرادكو قلتي بغيتي 20 غرام فين كاينه سي امزيل ميرسي اختي. حنا كاينين في كازا سباته جميله 3 الزنقه 6 رقم المحل 76، وكنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه، يعني فابور كتوصلك الامانه حتى للدار. كتدخلي عندي الواتساب 0642 06 35 75، مرحبا بك. والناس اللي وصلتهم لا كوموند وطالعين معايا هنا في اللايف يشهدوا شهاده حق
في السلعة ديالنا وفي لافينيسيون ديالنا وكل شيء. خديجة قولي العنوان لواحد السيدة، راني قلت ليها اختي 06 42 06 35 75. وبالنسبة حنايا راه كاينين في كازا سباتة جميلة 3 الزنقة 6 رقم المحل 76. بالنسبة للسيدة اللي بغات راد كوفي 20 غرام، كما قلت لك بغيتي راد كوفي 20 غرام الا بغيتي. بارك الله فيكم، بارك الله فيك اختي. بالنسبه ل 20 غرام غادي تضربيها في 570، بالنسبه للبلدي غيجيك 11400 درهم، 1,028,000 ريال. بالنسبه الا بغيتي فحال هادو روميين انت احسن من المجوهرات. بارك الله فيك، بارك الله فيكم، شكرا لكم بزاف. بالنسبه الا بغيتي الرومي غديري 20 غرام غتضربيها في 600 درهم، غتعطيك 1,012,000 درهم، 1,040,000 ريال، 1,040,000 ريال. نكمل معاكم البنات، كما قلت لكم يعني حنا كنبيعوا الموديل، راه ماشي راه كنكذبوا عليكم الغرام، ماشي كنكذبوا عليكم. واني كما قلت لكم اللي عنده لاتولي بركه كياخذ واحد النسبه قليله راه عنده رباح، حيت كيلعب هو على الكونتيتي. بالنسبه للسيد مسكين عنده فيترينا عنده محل كيشري السلعه ديالو، يعني تا هو كيشريها بالثمن، تا هو خاصو يزيد واحد شويه وعنده مصاريف. هادشي علاش كتلقاو الفرق ما بين الاثمنه، وكل اللي كيقنع وكل اللي ما كيقنعش، هادشي علاش. كون ما كنتوش المصداقيه خارجه ما تخدمش وتبين وجهها. بارك الله فيك ام نضال، هذاك الشيء اللي كاين. شوفوا كما كنقول لكم راه انا بايعه وجهي قبل الذهب، بايعه وجهي قبل الذهب. بغيت يا لا غرام شحال بغيت 603 الغرام السميه حتى نديروها ياك 600 درهم، حتى هي السميه بغات دير السميه لا غير السميه كاتبه لي غير السميه. اختي شحال خاتم لويز الحور اختي فدوه ما كنديروش، بالنسبه للويز بصفه عامه ما كنديروش لا ديال 18 ولا ديال 21. نكمل معاك بالنسبه للسميه شحال السي يوسف ندير السميه درهم بلا سلسله بلا سلسله. بغيت سميه 3 الغرام ياك اختي كنشبال الدنيا بوطاسوس، راه كلشي كيقولها ليا ما عرفتش. هذا البنات كيدير 4650، 4650، 4650. هذا البنات كيدير 5000 درهم، كيدير 5000 درهم 100,000 ريال. هذا كيدير 6200 درهم. شحال داك الخاتم ديال كينزو عافاك؟ هذا اختي كيدير 3120. بالنسبه لكينزو راه كنخدموه حتى هو الغرام صاوم 600 درهم للغرام. غير السميه قالت لك غير السميه فيها 3 الغرام. شنو صاوم 600 درهم يا يوسف؟ صح هانتوما البنات هذا كيدير 620 درهم، 6000 قلت لك 600، 6200 درهم. تحياتي لك من وهران الجزائر، نجات نجات الله يكبر بكم، وتحيه من المغرب للجزائر خوتنا خوتنا وحبابنا. 2100 درهم بالنسبه للتعليقه ديال السميه، 2100 درهم بالنسبه للبنات لهذا دير 120,000 ريال، 120,000 ريال. عافاك جاوبيني، راه جاوبتك امينه اختي راني جاوبتك. هذا البنات كيدير 6200 درهم، يعني 124. هذا 100,000 ريال، هذا كيدير 4650، 4650، 93,000 ريال. الله يحفظك بنتي. الذهب 21 شحال داير الغرام اختي نجات؟ والله ما عرفت ما عرفتش، انا سوليني غير على 18 اختي. سلام زين حفيظه اختي مرحبا. البنات اللي دخلي بارطاجي الله يعطيكم السر، اللي دخلت بارطاجي. البنات راني عندي شي ميزات خفافين حتى الاخر ان شاء الله ونوريهم لكم. نكمل معاكم بالنسبه للبنات الكينزو راه كما قلت لكم راه كنصوبو خديجه اختي الله يحفظك سعاد اختي. بالنسبه للكينزو البنات راه كنخدموه صوم 600 درهم للغرام، الكلاش الفيس الفان كليف كلشي كنخدموه، والمارياج كلشي كنخدموه صوم 600 درهم للغرام. بالنسبه للبنات الكينزو هذا ديال الغورميت،
هذا كيدير 2300 درهم، 2300 درهم. الذهب 21 ممنوع في المغرب، حتى عندنا 18 كارة. هذاك الشيء اللي كاين اختي، ممنوع. ما يعني حنا مرخص عندنا 18 كارة. بالنسبه للبنات هذا 2250، هاد كينزو البنات ديال الكورميت 2250، 45 ألف ريال، 45 ألف ريال. بالنسبه لهذا حتى هو 45 ألف ريال. البنات اللي بغات كينزو تدخل عندي غير الواتساب، تصيفط ليا غير السميه، الكنيه، لادغيس، وتصيفط ليا الطاي ديال صبعها. الا كان ما عنديش راني نصاوبو ليها، صاوم 600 درهم للغرام. هادو الكبار ما تيكونش فيهم الكورميت، يعني هاد الصغار تيكون فيهم الكورميت. هانتوما البنات، هذا كيدير 46 ألف ريال، 45، 45 ألف ريال. هذا فيه 3.95 غرام، 3.5 غرام ضروبة 600. هذا كيدير 2350، 47 ألف ريال، 2350. اختي خديجة دايبي اللي كيبيع 21 كارة في اللايف، عنده الحساد كيصيفطو ليه جمارك. هذاك الشيء اللي كاين اختي، الله يصاوبو صافي. بالنسبة للبنات لهادو كي 47 ألف ريال، 47 ألف ريال. حاضرين الحظيات مع بعضياتهم. هذا البنات كيدير 2300 درهم. ومن الأحسن بنادم يمشي نيشان، من الأحسن باش يتفادى المشاكل ويتفادى أي حاجة. راح بنادم كيبغيك غير طيحي باش هو يدير فيك ما بغى. اللهم بنادم يمشي نيشان ويبقى مهني ومرتاح، ما عند بنادم شحال غيصور كاع. هذا البنات كيدير 46 ألف ريال، 45 ألف ريال، 45 ألف ريال، 47 ألف ريال. هانتومايا كينزو صوم 600 درهم الغرام، هذا كيدير 44 ألف ريال. هذا البنات كينزو ديال الكورميت اللي فيه كورميت من الجنب، من هنا ومن هنا ومن اللور تيكون سامبل. شتي صوم 600 درهم الغرام. الله ينصرك على من عاداك. شكرا اختي، بارك الله فيك. براسلي ديال عافاك، شنو براسلي؟ البراسلي اللي دايره هذا اختي كيدير 10800 درهم، صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام. 10800 درهم يعني 1,016,000 ريال، 1,016,000 ريال. نكمل معاكم. بالنسبة لهذا كيدير 2500 درهم. هذا البنات 2500 درهم ديال القدس، هذا مع صغيرة البنات، شدينا عليه لي كوموند، راه كيتصاوب. هانتا البنات 2500 درهم، 2500 درهم. اختي شي خاتم ديال لويز حر، ما كاينش اختي فدوى اللويز الحر، ما كنديروش، ما كنديروش اللويز الحر. هذا البنات كيدير 2500 درهم، 2500 درهم، 2500 درهم، 50 ألف ريال، 50 ألف ريال. هذا البنات ديال القدس كيجي غزال، طروات دي كيجي تبارك الله بريو من هنايا غزال. البنات اللي دخلت تبارطاجي. بالنسبة للبنات الكلاش راه حتى هو صوم 600 درهم الغرام، هذا كيدير 2400 درهم، قياس كبير. هذا كي قياس 1.9، 1.9 القياس ديالو، كيدير 2400 درهم، صوم 600 درهم الغرام، صوم 600 درهم الغرام. البنات اللي عندها شي موديل وبغاتو نصاوبو ليها ماشي مشكل، صيفط ليا غير الموديل ديالها ونصاوبو ليها. صوم 600 درهم الغرام، اي حاجه طيح لكم على بالكم، اي موديل، اي موديل نصاوبوه لك، صوم 600 درهم الغرام. تعطينا واحد السيمانه ولا 15 يوم علاين باش يوجد. ولا كانت كوموند يعني تبارك الله ثقيله وهازه يعني غتقام غاليه، ضروري لافونس البنات، حيت كيكون كوموند كما قلت لكم شي خاتم ديال جاكوار. ها هو اختي خديجه، راه كاينين، كاينين ديال 3000 درهم وكاينين ديال 2500، 2400. راه دوزتهم ها ومايا، وريني عفاك الرادكو بلدي، الرادكو بلدي الله بان ليا هنايا عاوتاني وما عرفت فين مشى اليوم، ما عرفت فين هو. ها هو
بلدي هذا ميزات كتبي ما كتبيعوش اللويز. لا اختي ما كنبيعوش اللويز اختي، شي خاتم ديال اللويز حر. لا ما كنبيعوش اختي، ما كنبيعوش هذا ياك، هذا ميزات. لا والله ما عرفتش، هادي غنخرج عليه. ها انت بالنسبه لرادكو ها هو كاين، كيدير 6500 درهم. هذا بلدي 6500 درهم، 6500 درهم. مليون ابتلا مليون، 6130 الف ريال ثمن تعليقه رادكو. انت ما كتبيعوش اللويز. هانتوما البنات هذا في 11 غرام فاصل 4، رينا شي كولي تخرام. بقاي معايا، من فين هو داك الكولي اللي كان مخرم من غير هذا؟ مشى تباع هذا البنات. البنات بالنسبه للسلعه تبارك الله راه ما كتبقاش عندنا، فهمتوني؟ اللي سولني على شي حاجه يعني دابا، المهم غندوز لكم هذا الشيء اللي كاين حاليا. السلعه تبارك الله كلها كتمشي كما كنقول لكم تبارك الله، كتمشي هكا في اللايف ولا كتمشي هكا للجمله ولا الناس تبارك الله كيجيو عندنا المحل. يعني فاش اليوم جيت ولقيت هذا الشيء علاش انا ديرونجيت؟ فاش جيت ولقيت السلعه ما موجوداش، هذا الشيء علاش؟ المهم انا راه عندي سلعه واني انا كنت باغا ندخل لكم شي حاجه الجديد، شي حاجه واو. اختي بغيت الرادكو، مرحبا اختي ام سعد، دوزي عندي غير الواتساب. ها انتم البنات فين المحل من فضلك؟ حنا البنات كاينين في كازا سباته جميله 3 الزنقه 6 رقم المحل 76. دوزو عندي الواتساب نصيفط لكم لوكاليزاسيون تجو حتى للمحل، واللي بعيده على كازا وما مسالياش راه نصيفطوا ليها لا كوموند حتى للدار، كنصيفطوها باغ امانه. ها انتم البنات هذا ذهب 18 كاره، هذا ذهب 18 كاره. بالنسبه لهذا الرادكو هذا في 11 غرام فاصل 4، 11 غرام فاصل 4 كيدير 6500 درهم، 130 الف ريال، 130 الف ريال، 130 الف ريال. جاكوار اللي فيه الحجر، فيه في عوينات خضرين كاينين. ها هو، ها هو اختي، ها هو هو هذا كاين ديال 2500 2200، هذا ديال 3120. يعني عليه الغرام، هادو الغرام يعني فاش كنصاوبوا هذا بحال هكا يا تبارك الله، فاش كنصاوبوا هذا الشيء راه يعني كنلوحوا الميزان، يعني بحال كتشري تيا الميزان. ثمن الخاتم اللي في يديك هذا كيدير لاله 4700 درهم، 4700 درهم يعني 94 الف ريال. هذا ديال الورده 4700 درهم، 94 الف ريال. ام نضال الله يكبر بيك اختي، ضروري كتكون شويه، ضروري شويه الدق، ما عندنا ما نديرو. ذهب كبير ذهب، الله يكبر بكم فاطمه، الله يكبر بك الاستاذه ديالي، الله يكبر بك. سلام جاك النواغ زوين، بارك الله فيك استاذه ديالي اللي خطيك. هذا البنات كيدير 2150، هذا البنات ديال الاناناسه كيدير 2150، 2150 والنص صحيح 2150، 2150، 2150. كوثر بين لا فوتو مزيان، باينين لا باين، شوفي التليفون باين مزيان باين. فاطمه داكشي مزيان، غادي مزيان، وتعطيني الراي ديالك نهار الاثنين ان شاء الله. بالنسبه لهاد الكلاش كيدير 2250، 2250، 2000. مرحبا بالاستاذه ديال صديقتي خديجه، هذا كيدير 2250، 45 الف ريال، 45 الف ريال، صوم 600 درهم للغرام، باين مزيان صافي، صوم 600 درهم للغرام. يلا البنات طلعوا المغال خديجه، الله يكبر بك ام نضال، الله يكبر بك، الله يكبر بك. والله الا بغيت نوريكم شي حاجه تبارك الله خدامين على سلعه واعره، وبغيت نفرحكم شي حاجه زوينه، وني مساكن الدراري حتى هما راه دايرين اكثر من جهدهم، والله دايرين اكثر من جهدهم. تبارك الله لي كوموند ديالي انا اللي خاصني ندوز في اللايف. سلام خديجه راكي منوره، سلمي على الحسين كريمه، سي الحسين سلمات عليك الاخت كريمه. بالنسبه للبنات الدراري حتى هما الله يكون في العوان،
الله واضح ما تخميش، الله يحفظك ام نضال. كما قلت لكم تما مساكن الله يحسن العوان، عندهم عندهم يعني السلعه ديالي اللي خاصني نصيفط الناس اللي شاد على لا كوموند، وعندها تبارك الله لا تولي عاوتاني لهذا هذا الشيء. علاش ماشي مشكل مورا ديال خديجه امزيل السلعه هذاك الشيء اللي كاينه. الا كانت السلعه عندي كثيره كنكون فرحانه، ماشي مشكله. البنات اللي خاصها حتى شي حاجه دوز عندي غير الواتساب. بالنسبه للسيده اللي سولتني على ديال التخرام، صوم 600 درهم للغرام، هانتو معايا صوم 600 درهم للغرام، هذا كيدير 15900 درهم، 15900 درهم، 15900 درهم. شحال تحياتي ملي كريمه مورال ديال جاهي هي انزل يوجد ليها السلعه. هذاك الشيء اللي كاين بالنسبه لهذا البنات، كيدير 15900 درهم، 15000 مليون و 18000 ريال. ماما تمونة مرحبا بك، مرحبا بك ماما عايده، مرحبا بك، الله يشافيك يا ربي يا ربي. هذا كيدير 15900 درهم، 15900 درهم، مليون و 118000 ريال، مليون و 118000 ريال. البنات راه فيه البراسلي مخرم غزال صوم 600 درهم للغرام. خديجه قمر النجوميه ضويه على الذهب، الله يكبر بكم، الله يكبر بكم البنات. شوفوا البنات يعني طاقم غزال، فيه لاباك، فيه فيه البراسلي، لاشين بوندونتيف، والحلقات ديال الحضور غزال البنات، غزال صوم 600 درهم للغرام. البنات اللي عندها شي موديل في التخرام ولا شي اي حاجه دوز عندي الواتساب ونصوبوا ليها صوم 600 درهم للغرام. هذا هو جهدي عليكم، هذا هو جهدي عليكم، ما كاينش شي واحد اللي غيقول لكم الغرام. نكمل معاكم، نكمل معاكم خواتم ديال لي ماغياج، ما بقاش يبقى عندي غير شي حاجه قليله راه خدامين عليهم حتى همايا. 600 درهم للغرام، 600 درهم للغرام. اللي عجباتو شي حاجه يدير ليها غير سكرين يدوز عندي الواتساب 06 42 06 35 75. وحنا راه في كازا سباته جميله 3 الزنقه 6 رقم المحل 76. نكمل معاكم بالنسبه ل كتمشي ليا الهضره. ها انتم البنات بالنسبه لي مارياج صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم. بغيت علاقه موديل رادكو لا ما كايناش دابا، يا ما كايناش ساره الا كنتي باغاها دوزي عندي الواتساب نصاوبها لختي، نصاوبها لختي صوم 600 درهم للغرام. مرحبا، والميزان اللي بغيتي، بغيتيها ثقيله خفيفه انا معاكم. ها نتوما صوم 600 درهم للغرام، هذا كيدير 3300 درهم، هذا كيدير 3000 درهم، هذا كيدير 3000 درهم 60000 ريال. نشوف هذا شحال كيدير. البنات بقاو معايا، عندي هميزات غزالين، عندي دو باغ وعندي غورميطه ديال الحصيره غزاله. عافاك اختي عاودي ورينا هذوك الكولي اللي وريتي لنا دابا. شنو الكول ما عرفتش انا تبارك الله على السلعه نقيات، ما عرفتش علاش كتهضري اختي. هنا كولي راه وريت بزاف ديال لي كولي، انا غادي نعاود معاك. بالنسبه لهذا فيه 5 غرام، فيه 5 غرام فاصله 45، غنضربوها في 600، 3270. هذا كيدير 3270، 3270 الله يوفقك. هذا كيدير 3270 ديال الكورميت، 3270. هذه التحسانيه البنات كيدير 3000 درهم، 3300 درهم، 3000 درهم، 3350، 3450. اللي بغات شي حاجه دير ليها غير السكرين ودوز عندي الواتساب، اللي بغات شي حاجه دير ليها السكرين. صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام. بالنسبه للكولي اللي وريت راني لابسه واحد هنايا، ولابسه هذا السيدي كيدير 17800 درهم بلا غورميت ديالو، لا غورميت ديالو كدير 7100 درهم. لا في نوريك فين هي،
اي بقيت كاع كنعرف فين تنحط السلعه. بقاي معايا اي ما عرفتش فين حطيتها، ما عرفتش فين حطيتها. الله يوفقك. بالنسبه لكيما قلت لك لهاد السيدي كدير 17800 درهم، 17800 درهم صوم 600 درهم للغرام. في نظرك اللي حسن، واش راتكو بلدي ولا رومي؟ وسمحي لي شوفي انتي شنو راه كل واحد وشنو كيبغي، كاين اللي كيبغي البلدي وكاين اللي كيبغي الرومي. انا من عشاق الرومي ما نكذبش عليكم، انا كنبغي الرومي ما كنبغيش البلدي. كان يعني الرومي غتلبسيه مع جليلبات، كتلبسيه مع الرومي، كتلبسيه مع اي حاجه. البلدي ما كيبقى لي انا بلدي، فهمتي؟ انا الصراحه كيعجبني الرومي. بالنسبه لهادي البنات صوم 600 درهم للغرام، كدير 7 المليون و100 وشحال عقلتي؟ 7 المليون و100 و28 الف ريال. هو سامي الله شنقول لك، الله يلقيها لك، الله يلقيها لك وصافي. بالنسبه لهادي كدير 7 المليون و128 الف ريال، 7 المليون و128 الف ريال. سينيالي لو كومونتير ما بغاش يمشي صافي. اخ قولي لي وريتينا داير ب 1,018,000، 1,018,000 واخ. وفيه 4 ديال رويال، فيه 4 ديال 1,018,000 للف ريال. بلاتي نشوف واش هذا، هذا 1,038,000 ريال، هذا 1,038,000 ريال، 1,038,000 ريال. هاد الكوليات هما اللي دوزت، 1,038,000 ريال، 1,038,000 ريال. بلاتي نشوف هذا، بلاتي مبغاش يطلع ليا بلاتي. جا الله يبلاش من وجه سينيال، بغيت يخرجوا لك على طاك. هذاك الشيء اللي كاين، بغات لونسومبل تخرام. هذا كيدير 1,118,000 ريال، هو هذا 1,118,000 ريال. ماشي تما لا 15900 درهم، 1,118,000 ياك، 1,118,000، 15900 درهم، 15900 درهم هو هذا ديال التخرام. الا بغيتيه ديري لي غير السكرين، الا ما جاش قدك هاد البراسلي هذا راه نصوبو لك القياس ديال يديك. صوم 600 درهم للغرام. نكمل معاكم. سمحي لي خديجه، انا عصبني وسبيت امو. ماشي مشكله، خدي راحتك والله حتى خدي راحتك، انا كنخاف عليه يبقى يغوت عليا. نتوما عارفين المضر، انا ما نقولش لك كنحشم من هاد الناس، والله العظيم كنحشم من الناس. طالعين معنا ناس نقيين بوليداتهم، تبارك الله عيالات نقيين كبارين قدي، واني فهمتي يعني كون جاني فاس ناري ما نشكرش لكم راسي، والله ما نكذب عليكم، والله ما نشكرش لكم راسي. ها نتوما البنات صوم 600 درهم الغرام، 2,100 درهم. ها نتوما البنات هذا هاد المارياج كيدير 2,100 درهم، هذا 1,850، 1,850 والله. اختي هذا اونسومبل، شكرا. مرحبا اختي، مرحبا. لا بغيتي، لا بغيتي تواصلي معايا غير في الواتساب، بغيتي ما اكثر منه ما ماشي مشكل، انا معاك نصاوب لك اللي بغيتي. صوب سميت بنت والله لا، هذاك الشيء اللي كاين. هذا فيه 5 غرام ونص، 5 غرام ونص غنضربوها في 600 درهم، جاب 3300 درهم. هذا كيدير 3300 درهم، وحشمان من راسو باش يطلع ب 100 راجل. يلا جواب سفي. هذاك الشيء اللي كاين، هذا كيدير 3300 درهم. اختي خديجه ديري لينا الخفيف صافي ان شاء الله، راه صبروا معانا
صبروا معانا مع دابا يلاه رجعنا اللايف، يعني شويه الضغط ما نكذبش عليك الضغط والله، غير صبروا معانا ان شاء الله كل شيء غادي. راه كيما قلت لكم اقسم بالله ان شاء الله الا بغى الله كل شيء غيلبس الذهب. راه غندير لكم الخفيف الثقيل داكشي اللي بغيتو، وتا الثمن زوين، وان شاء الله كنتمناو الذهب يطيح ونهبطوا لكم حتى على داك 600 درهم للغرام. انا معاكم ان شاء الله، غير صبروا علينا. راه ماشي حيت دابا المشكل ماشي كنشريو كنحطو كندير لايف عامر، راه تبارك الله كنخدمو بالسلعه اللي عندنا، يعني لا تولي داكشي اللي خرج لينا. وتبارك الله كما قلت لكم الدراري راه خدامين مساكن معايا ومع يوسف، يعني داكشي اللي كيبيع في المحل والكوموند لي يعني كنشد سيغ كوموند، شي حوايج كنشدهم سيغ كوموند، عاد خدامين مع الجمله، يعني حتى هما مساكن الله يحسن العوان، الله يدوم علينا لايفاتك والله بارك الله فيك، الله يكبر بيك. ها نتوما البنات بالنسبه لي مغياج، غير لا بغيتو شي حاجه ولا كان عندكم حتى شي موديل، نتوما يا عندكم شي موديل وعاشقين شي موديل، دوزي عندي غير الواتساب صيفطوا لي غير لا فوتو ديالو ونصوبو لكم صوم 600 درهم للغرام. ها نتوما الله يسر امورك، راسنا نقصنينا في الغرام ان شاء الله. راسي امزيل راه ان شاء الله غادي يدير واحد الحاجه نخلي لكم سيربريز. الله طلع هذاك الشيء ماشي مشكل، ماشي مشكل دايره هاد اللايف بحال مجمعه معاكم وكنوريكم السلعه ماشي مشكل. بالنسبه للسي امزيل راه دابا ان شاء الله راه قالها ليا غنخلي لكم سيربريز حتى اللايف الماجي، وغنقول لكم اشنو غادي نديروا ان شاء الله. يعني داك نقولها دابا خشيت كتاكلني الهضره ما نقدرش نبقى ما نقولهاش لكم. ان شاء الله الخمس ايام الاخره في راس العام، خمس ايام الاخره في العام اللي زعما اللي غتبقى، يعني اللي دام عندنا شي كوموند واخا يكون دام عندنا غير خاتم ديال 1000 درهم غادي ناخذ الريسو ديالو، يعني بحال غناخذ داك الرقم ديال الريسو ديالو وغنديروا لكم واحد المسابقه وغتربحوا واحد الارتيكل صافي. واش بصح في راس السنه غتنقصوا اختي؟ ما غنقصوش، حنا راه ناقصين، حنا راه ناقصين، راه حنا والله اختي تناقصين، يعني راه اي حاجه كتبع الموديل حنا كنبيعوها للغرام، راه حنا ناقصين. قلت لكم البنات بالنسبه شنو غيدير لكم السي امزيل، يعني السيمانه ولا خمس ايام الاخره اللي غتبقى في العام اللي تقدات، كما قال لي واخا تقدا غير خاتم ديال 1000 درهم غادي حتى هي غادي دير هاد المسابقه. غنديروا لكم مسابقه هكا في اللايف، وغادي اللي هزيت لها الوريقه ديالها غتربح معانا واحد الحاجه، ما غنقولش لكم اشنو هي هاد الحاجه. يا ربي امين بارك الله فيكم. نكمل معاكم بالنسبه للخريشات، راه كاينين هادي كدير 5600 درهم صحيحه، لاشين ديالها الصح والعمل، اونسوبل ديال جاكوار شحال الثمن كله. بالنسبه للجاكوار داير 23900 والني راه ثقيل بلاتي، فين هو بلاصلي ثقيل ثقيل البنات، راه غات الحلقات بوحدهم دايرين 4850 والني راه ثقال ثقال بزاف، ثقالين ثقالين. بالنسبه للاشين الا بغيتي نبدلوها لك نبدلوها لك، اللي ما عمره ما شرا شي حاجه الله يوجد لكم اختي والله اختي ما شوف لي ما بيدياش وحق الله ما والله العظيم ان شاء الله. شوفي الله يرزق الصحه والسلامه، وان شاء الله اختي جمعي غير بشويه بشويه وتاخذي حويجه بحويجه. شوفوا هذا الشيء راه كما كنقولوا راه غوسخ الدنيا، وحنا العيالات مبليين بالذهب ضروري كيبغي بنادم يشري، ولك انت لابسه الذهب كتكوني فرحانه براسك. شوفي حتى شي حاجه ما صعيبه، حتى حاجه ما صعيبه والله العظيم، حتى حاجه ما صعيبه، شي حاجه اللي درتي فيها راسك غير بشويه بشويه غير بشويه بشويه، وجمعي بشويه بشويه وجي وخذي داكشي اللي خاصك وعاوتاني. شوفوا البنات والله العظيم الا كنعرف ناس، البنات اللي كيعيط ليا تيسالي اللايف، كنعرف البنات ناس بلاتي بقاو معايا، كنعرف البنات ناس سرت لها كيفاش دارت تشريتها، كتشري بواحد بواحد
كتشري بواحد وكتفرح بيه وكتعاود عاوتاني تشري الاخر حتى كتكمل السلسله، فيها ستة فيها سبعة فيها خمسة بحال هكاك. بالنسبة للحلقات ديال كينزو بحال دابا عاجبك اونسومبل، عجبتني الحلقات نشري حلقات نخطف حلقات، عاوتاني نجمع عاوتاني لاشين عاوتاني نجمع ناخد لاشين عاوتاني نديرها في عنقي خاوية بوا، والله نخاوية بوا نديرها عاوتاني نجمع عاوتاني تناخد البوندونتيف. وغادا قال لك بشويه بنقطه بنقطه كيحمل، حتى واحد راه القليله البنات اللي كيلقاها مقاده راه يكذب عليكم الكذاب، راه بنادم بشويه 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 حسد حتى كما كيقولوا حتى كتربي الريش بشويه بشويه، حتى حاجه ما كتغلى عليكم والله غير بشويه بشويه، وجمعي ان شاء الله ويكون خير. البنات بالنسبه اللي كتعيط ليا عافاكم حتى نسالي اللايف اختي وريني هاد الكورميت لي خازناها اختي، هذه خازناها خازناها انا غنوريها لكم. هذا البنات هميزه، هذا البنات هميزه 550 درهم للغرام، 550 درهم للغرام. بالنسبه لهاد الهميزه هذه فيها 39.55 39 غرام فاصله 55 صوم 550 درهم للغرام، كدير 21750 21750 جوج المليون وهذا بلاتي و35000 ريال، جوج المليون و35000 ريال. سلام اختي الى مدينه كاينه، حنا اختي كاينين في كازا سباته جميله ثلاثه، كنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه فابور حتى كتوصلك السلعه ديالك. والواتساب ديالي 0642 06 35 75، مرحبا بكم. كنبدا مقاده وكنمشي كنتشاكك واش كاينين حلقات كينزو صغار، لا ما كاينينش دابا حاليا جنات، راه حنا خدامين عليهم، راه هادشي اللي قلت لكم قبيله راه حنا خدامين عليهم ان شاء الله. راني غنصوب لكم التعليقه باش الناس اللي خداو من عندي، دابا راه كنفكر فيكم الناس اللي خداو من عندي هاد الخاتم ديال كينزو الصغير، ماشي صغير تبارك الله كيدار في اليد راه كيبان زوين. بالنسبه اللي دا من عندي هاد كينزو هذا ديال 2500 2400 درهم 2200 درهم، راني خدامه لكم على التعليقه والحلقات، راه هاد الشيء علاش انا قلت لهم ان شاء الله باش يكملوا لونسومبل كيما قلت دابا للسيده. صافي البنات نكمل معاكم. بالنسبه لهادي راه ميزه البنات غزاله فنه فنه، صوم 550 درهم للغرام، كتبقاو تلفوني تا كنخلي يديا ما دايره حتى حاجه كنخليهم قرعين. البنات ها انتما هادي البنات راه ميزه غزاله، صوم 550 درهم للغرام، فيها 39 غرام فاصله 55 فيها في لا كدير 21750 جوج المليون و35000 ريال، جوج المليون و35000 ريال. نكمل معاكم خديجة صيفط لك في الواتساب أم نضال مرحبا. هذه البنات كدير 5600 درهم، 5600 درهم، 5600 درهم، كدير 5600 درهم. بالنسبة لهادي كدير 6050 درهم، 6050 درهم، 6050 درهم. صبروا معنا البنات ان شاء الله، والله العظيم الا قال لي السي امزيد قال لي ان شاء الله غير يصبروا معنا الكليان ديالنا اللي كيدخلوا معنا ديما اللي فيدال ديالنا، ان شاء الله كل شيء غنوجدوا لهم وغنوجد لكم شي حاجه اللي ما كنتوش متوقعينها ان شاء الله بالخير. يعني يعني كل شيء للغرام، حتى شي حاجه ما غتبقى تشري للموديل، كل شيء للغرام شحال من غرام فيها اختي. هذه فيها واش بغيتي هذه فيها 39.55 39 غرام فاصله 55 صوم 511000 ريال للغرام، 550. هادي البنات هميزه دوزيام ما وني نقيه وغزاله، هادي البنات 8000 درهم، 160000 ريال،
160,000 ريال. هذه البنات كدير 6,050 درهم، 6,050 درهم، ديال 10,000 درهم. مشات اللهم بارك. نو لهذا شنو هي هذه؟ هذه البنات ماشي المو، هذه ماشي هذه ما كنبيعوهمش لهذا الغرام، كما قلت لكم هادو ماشي الغرام، هادي ماشي الغرام. نكمل معاكم بالنسبة للهميزة، واحد الخاتمة البنات هميزة غزال فيها للا 12.1 غرام نضربوها في 550، جاب بلاتي 12.1 غرام مضروبة في مضروبة 550، 6,650، 6,000. عاودي وفرجينا ديك الكورميت ديال ليد بليز، واخا اختي هذا كيدير 6,650، 6,650. هذا البنات هميزة دوزيام مات، تقيل غزال. هانتوما البنات، هانتوما البنات غزال غزال، هانتوما يا غزال غزال. البنات عافاكم اللي كتعيط ليا راهي بلاتي نقطع. البنات هذا الدوزيام ما فين غادا؟ هذا البنات دوزيام ما تقيل وغزال، فيه 12 غرام، 12 غرام فصيلة واحد، كنضربوها في 550، كتعطينا 6,650. عاودي فرجينا بديك الكورميط، واخا اختي ها هي لاكورميط، شا فيها 39.55، 21,750. انا اختي العزيزة قصد عزيزة، كنقصد انا اختي العزيزة كنقصد ما عرفتكش، ما القرعة صافي ان شاء الله. هذا اختي كيدير 6,650، 6,550. سلام خديجة اختي غورميت ديالي اختي ام نضال، صافي ان شاء الله. الا بغيتيها غير كونفيرمي معايا، دوزي عندي الواتساب، راه ام نضال راني غنخليها لك. الهميزة البنات راه ما كنديروش فيهم مصارفة، وما كنبغيش نخليهم عندي، حيت تبارك الله يعني هميزة راه بنادم فهمتي يعني ما رابحش شي حاجة. الا بغيتيها ام نضال دوزي عندي غير الواتساب. بالنسبة لبنات الخاتم غزال والصح والعمل، البنات هذا البنات الاولين دق الاول، شوفوا البنات كي داير صوم 550. هذا البنات انا جاني كبير، هذا واقيلا قياس 1.9 ولا، شوفوا البنات غزال غزال غزال، شوفوا كي داير فن غزال البنات، شتي شوفوا كي داير غزال الصح والعمل، فيه 12.1 غرام صوم 550 كيدير 6,650، 6,650. هانتوما 6,650 هميزه البنات. اللي بغاتو دوز عندي الواتساب ام نضال تدخل عليك بالصحه والراحه يا ربي. امين. شحال فيها في القياس الكورميت؟ شحال فيها تقريبا في القياس؟ انا جاتني كبيره شويه، تقدر تكون واقيله شي 21 20. هذه البنات 20 سنتيم، شحال فيها في القياس الكورميت؟ فيها 20 سنتيم، فيها 20. بارك الله فيك، الله يحفظك ام نضال. صافي دوزي عندي غير الواتساب ان شاء الله نصيفطها لختي. بالنسبه لهاد كينزو البنات صوم 600 درهم للغرام، كيدير 10,600 درهم، 10,600 درهم. نكمل معاكم بالنسبه البنات لهاد الطقم هذا كيدير 8,200 درهم، غزال في هاد الحجيره خضراء غزال. السلام اختي هو السلسله بالتعليقه ديال الكلاش، حتى هي ب 600 درهم للغرام. اين التعليقه ديال الكلاش؟ ما عرفتش ما عرفتهاش.
واش السلام اختي، واش سلسلة بالتعليقه ديال الكلاش؟ لا البوندونتيف نبيعو لك ب 600 درهم. لاشينا البنات راه ما كنصوبهمش، حنا كنتقداوهم صافي. بالنسبه للتعليقه ديال الكلاش نبيعوها لك ب 600 درهم الجرام. بغيتي نصوبها لك دايره، بغيت نصوبها لك طويله، اللي بغيتي. شوفي انتيا كيفاش بغيتيها، وبالقياس اللي بغيتي وبالجرامات. البنات هاد لونسومبل غزال اختي، واش عندك نص مضمه غرام 85 خديجه اختي؟ لا ما عنديش. بغيتي نصاوبها لك نصاوبها لك، صوم 600 درهم للغرام. قلتي 85 غنضربوها في 600 درهم، 85 نضربوها في 600 درهم غتجيك واحد واحد شحال غتجيك لالا 5,020,000 ريال. كنتي درتيها في اللايف اللي فات، كنت درتها في اللايف اللي فات والله. وقيلا تباعت ياك، مشات هذيك السلسله اللي فيها الكلاش، اللي فيها البوندونتيف كلاش. شوفوا واش باقه. شكرا حبيبه ديالي. شوفي بغيتي نصاوبها لك نصاوبها لك، صوم 600 درهم للغرام. البنات بارطاجيو اليوم اللايف ناعس ناعس اختي. هذا البنات كيدير 8200 درهم، 8200 درهم زوينه البنات، استعمال يومي. بالنسبه للحلقات اللي دايره، واش حتى هما الغرام؟ اختي حتى هما الغرام، كاين زوه حتى هو الغرام، كلشي الغرام. حيدو عليا غالي الشين هادو. بالنسبه لهاد اللي رادكو حتى هما 600 درهم الغرام، هادو حتى هما 600 درهم الغرام. سيدي راه 600 درهم الغرام، راه ما كاينهاش 600 درهم الغرام والله. كيتباعوا الموديل هادو حنا دايرينهم 600 درهم. بالنسبه لهذا البنات هاد لونسومبل كيدير 8200 درهم، 8200 درهم غزال البنات. نكمل معاكم البنات. بالنسبه لهادي البوندونتيف كيدير 4000 درهم، والسلسله كدير 3400 درهم، كدير 3400 درهم السلسله، كدير 3400. غنزيدو عليها، غنزيدو عليها 4000 درهم ديال بوندونتيف، 7400 درهم، 7400 درهم، 7400 درهم. لاشين بوندونتيف 7400 درهم. رايح البنات اللي بغات شي حاجه تدخل عندي غير الواتساب، ودير ليها السكرين باش نعرف انا ان اختي اللي بغات، باش انا تجيني ساهله. اهلا وسهلا صافي يا اختي. بالنسبه لهادي لاشين كدير 3600 درهم، غادي نزيدو عليها تعليقه كدير 3500، 7100 درهم، 7100 درهم، 7100 درهم. نكمل معاكم بالنسبه لهاد السنيسلات البنات، دايرين 1000 درهم، دايرين 1000 درهم سنيسلات. راه كاينين البنات لاغورميت ديالهم كدير 650 750، يعني وحدك يعني كل حاجه والثمن ديالها في حدود من 650 حتى 750. هادو البنات كيديروا 1000 درهم، كيديروا 1000 درهم. وبالنسبه لاغورميت راه كاينين ديالهم يعني نفس الموتيف، كيديروا 1000 درهم 20000 ريال، كيديروا 1000 درهم 20000 ريال. البنات البنات بارطاجيو ليا اللايف، الله يعطيكم السر. حنان فين كاينه اختي حنان؟ حنا كاينين في كازا سباتة جميلة 3 الزنقة 6 رقم المحل 76، وكنديروا لا ليفغيزون لجميع المدن المغربية. يعني كتدخلي عندي غير الواتساب، كتصيفطي ليا غير السمية الكنية لادغيس نيميرو التليفون، وكنصيفطها لك اختي فيما كنتي كنصيفطها لك. والتوصيل فابورة البنات، حتى كتوصلكم الأمانة وكتخلصوها. بالنسبة لهادو البنات كما قلت لكم 1000 درهم 20000 ريال، 1000 درهم. بالنسبه لهادو دايرين 1000 درهم البنات، 20000 ريال، 1000 درهم.
عاودي ورينا السنيسلات الصغار غير نصور ومني دار. بغيتي هادو؟ كاينين هادو. انا غندوز وحده بوحده باش تشوفي انت الموتيف اللي بغيتي. كاينين هادو، ألف درهم، عشرين ألف ريال، فيهم ليبول، ألف درهم. سلام عليكم حبيباتي، سلام ختي. هادي كاين هاد الموتيف وكاين هذا، هانتي كاين هذا، ألف درهم، عشرين ألف ريال. وكاين هذا حتى هو، كاين حتى هذا، عشرين ألف ريال. حبيباتي راه تكون ديال اليد، الله يحفظك. واش بغيتي رومي ولا بلدي؟ حاليا ما كاينش، ان شاء الله حتى اللايف الماجي ان شاء الله ويكون. سي الحسين اللي راه تكون ديال اليدين دفعتيهم لي. اللي لا صافي. بغيتي رومي راه نصاوبو ليك، بغيتي البلدي نصاوبو ليك. البلدي صاوم 570 درهم للغرام، الرومي صاوم 600 درهم للغرام، البلدي 570. كتعطيني غير القياس ديال يدك وتعطيني الغرامات شحال بغيتي فيه. صافي، الا بغيتي دوزي عندي اختي الواتساب. ها انت ام نضال، كاينين هادو كاينين هادو. عافاك نعرف القياس دمارج، لا ممكن ديري لينا مثال على القياس واخا. دبالج بلاتي انا نوريك واحد الدبالج عندي هنايا. ها القياس كي كديري بحال هكا، كديري كتشدي الدبليج وكتحطي عليه المسطره، كتحسبي القطر هكايا، كتحطي من الحاشيه الوسط ماشي الفوق ولا تحت، الوسط ديال الدبليج كتحطيه بحال هكا بحال هكا، من القنت من الصفر من هاد الشرطال يعني القطر ديالو، وكتشوفيه فاش حبس هو 6 ولا 6 وشرطه 6 فهمتي 6.1 6.2 يعني فهمتي 5 5 ونص يعني بحال هكدايا، كتحطي بحال هكدايا. هذا هو القياس بالنسبه للخاتم ولا بالنسبه للبراسلي ولا بالنسبه للدبالج بحال هكدايا. عافاك نعرف قياس يد فرادكو، الله يحفظك. كما فهمتكش، عافاك نعرف قياس اليد فرادكو، قياسك في اليد فرادكو. اش بغيت نقول لك؟ شوفي انت شحال كتلبسي ولا ما عندك حتى حاجه. انا كما كنقول للدريات اللي كيدخلوا عندي الواتساب، ما عندك حتى حاجه على تشدي القياس، كتشدي غير خيط. انا كنبسط معكم الاشياء، كتشدي غير خيط، كدوري على يدك، كتش تكون عندك شي جراره ديال الخيط كدوريها على يدك، كتشوفي انت القياس ديال الكورميطه كيف بغيتيها تلعب لك في يدك، واش بغيتيها مقبوطه ولا شويه هابطه شويه، ولا شوفي انت القياس. وكتقطعي داك الخويط هكدايا، وكتشدي داك الطرف ديال الخيط اللي عبرتي به، كتحطيه على المسطره، كتحطي الصفر من داك، كتشدي داك الحريف ديال. ولكن اختي ما عنديش دبليج يعني اول مره نشريه. شحال كتلبسي في البراسلي؟ بالنسبه كتشدي داك الخيط، كتشديه كتعبريه، كتحطيه في القنت وكتشوفيه حتى اش غيسالي، ديك الساعه كتعرفي واش 19 سنتيم واش 18 واش 20. هذا هو القياس باش كنعطي انا للبنات الا ما عندك حتى شي حاجه، كنبسط لكم الاشياء. بالنسبه للبنات لهادو، بالنسبه لش نقول لكم الكورميطات، ها هما البنات دايرين 650 750 يعني وحده اللي دايره 750 نحيدها هي هادي ديال الكلاش دايره 750، وبالنسبه لهادو دايرين 650 13000 ريال، دايرين 13000 ريال يعني نفس الموتيف اللي كاينين في لاشين ديال العنق 650 13000 ريال. نكمل معاكم بالنسبه للبنات، هادو ميزه
550 درهم للغرام، كيدير 6650 في 12 غرام فاصلة واحد. هانتو معايا، هذا البنات راه الاولين البنات مضوبل، شوفوا من الاوركيدايه، شوف مضوبل غزال غزال، كيحمق والحجيرات اللي فيه مدفونين، غزال 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 ونقي. شكرا الله يحفظك، بارك الله فيك اختي، بارك الله فيك. نكمل معاكم بالنسبه لبنات لهادو البراسليات، صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام، انتوما هي صوم 600 درهم للغرام. كاين هذا ديال الكورميت، الله يرحم ليك الوالدين، لبسي القياس المفتول نشوف كيفاش جاك، نشوف ولا بغاو يتخشاو ليا حيت محال واقيلا واش القياس قدي هذا بلاتي، محال قياس قدي بلاتي، ناري غندخلهم ومحال غيبغيو يخرجوا ليا من ايديا، الا ما خرجوش ليا غنديهم معايا. انتي يا اختي انتي، راني جا معاهم بسكوتش باش ما يبقاوش يلعبوا، شتيهم كي جاوا. انتي يا اختي انتي، شوفي كي جاوا صافي اختي، انتي ها السامبل ها المفتول، ونشوف واش غادي يخرج، واش يخرج يا عمه، نتقاتل معاهم الله يتخرج. ديما كنبغي، شوفي انت شوفي يديا كي ولات صافي، الا ما خرجوش ديالك بصحتك والله يا خرجهم صحه. هذا البنات صوم 600 درهم للغرام، الكلاش الفيس الفان كليف الغورميت. البنات عافاكم اللي كيعيط ليا، ما عرفتش من الصباح اللي كتعيط ليا واحد النمره اللي كتعيط ليا، عافاك حسيسالي تيسالي اللايف عافاكم. بالنسبه قلت لكم البنات لهاد لي موديل كاملين صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام. هذا البنات ديال الكورميت كيدير 8300 درهم. كوثر حلي لي يا ماما هادشي باش نلبسو باش كيبان، انا لما نلبس حلي لي يا ماما هادو، انا لما نلبسش الحاجه ما كتبانش. صوم 600 درهم للغرام، هذا البنات ديال الكورميت غزال. ولا بغيتو القياس، شوفوا نتوما القياس اللي بغيتو والغرامات، يعني انا ما عليا، اعطيني باش يطلعوا لك اللايف، كيعيطوا بالعاني باش يطيحوا اللايف ياك، وانا كاع ما كنت عارفه دايره كي الهبيله. جاوا معاك تبارك الله اختي، كيهبلون هادي مفهمتش كيهبطوا لتحت، لا خاصهم يجوك بحال هكا شي. دابا هادو جاو قدي، واخا مزيرين شويه فاش بغيت نخرجهم ماشي مشكل، المهم ما كنحملش انايا الدبالج يجو كيلعبوا بزاف، كيبانوا بحال مسلفاهم. لا كيعجبوني يكونوا بين وبين، والبراسليت يكونوا مقبوطين. ها انتوما يا البراسلي كيعجبني بحال هكا يكون، بحال هكا ها هو راه كي، ها انتوما ها ماشي مزاير، ها انت المهم كيلعب هكا في اليد، واني ماشي ديري بحال هكا يبقى يلعب لك في يدك حيت هذا ماشي دبليج. هذا البنات كيدير 8300 درهم، صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام، نديرو هنا باش صوم 600 درهم للغرام. بالنسبه للبنات هذا ديال الكورميت راه حتى هو غزال فن، هذا البنات سرتله هذه راه فيها ثلاثه، فيها البنات ثلاثه، يمكن السيده يديها رقيقه يصوبوا لك القياس صغير. نصوبوا لك اختي قياس صغير، كنقولها لكم البنات انا بالنسبه للميزان والقياس نتوما اللي كتحكموا فيه، غير انا كنصحكم كنقول لها اللي يديها كبيره دير قياس، تدير زعما دير الغرامات طالعين شويه، حيت ما حد الدوره كتكبر وما حد خاص يكون الدبليج ولا البراسلي يكون شاد في الصح. بالنسبه للقياس الصغير واخا كديريه ضعيف راه ما كيتاثرش، الا كان كبير دغيا كيتضغط، دغيا كيتضغط، تقدري تخبطي غير هكا يدك ولا تحطي هكا يدك يتضغط لك، ولا تضغط عاوتاني راه كيولي حالته غيسهل عليك. شكرا اختي بارك الله فيك. بالنسبه للبنات لهادو صرت لها البنات غزاله، يوسف خويا هذا مشى ليا الثمن ديالو ما كاينش، واعرين البنات كيجيو طوب، وواحد فيهم واحد لابغيونس خطير، انا غيقول لي السي يوسف بشحال
ونقول لكم بالنسبه للبنات هذه كدير 13300 درهم، 13300 درهم. البنات عافاكم اللي كيعيط ليا تيسالي اللايف واش كيعيطوا، ما عرفتش انا هاد النمره هادي غنقيدها حتى الاخر ونعاود نعيط لها. 06 صافي قيدت النمره ديالها باش تسالي باش نعيط لها. عرفتي راه ملي بديت اللايف هما كيعيطوا. البنات عافاكم اللي كتعيط عافاكم بلاتي شي لي اختي يدي تبارك كبار، ولكن جاوني بحال كبار وحرت بزاف. الى ليا اختي يدي تبارك الله كبار، ولكن جاوني بحال كبار. يدك فين كبار؟ ما فهمتش. دابا المشكل ماشي يدك كبار، كي اللي كتكون من هنا عندها هاد العظم هذا فاش كتخشي الدبالج كيجيوها كبار، كيجيوها صغار، واللي عندها هاد الدوره ديال يديها ضعيفه. فهمتوني البنات؟ هاد الدوره ديال يديك كتكون ضعيفه، كتكون ضعيفه، واللي هاد البلاصه عندك هاد العظومه كبار فاش كتخشي الدبالج. فهمتيني؟ فاش كتخشي الدبالج كيجوك مزيرين كتدخليهم بزز، واللي هنايا عندك يدك ضعيفه كتدخليهم كيبداو يلعبوا، واللي فاش كتبغي تخرجيهم ما كيبغوش يخرجوا. عندك المشكل هنا، بزاف الناس عندهم هاد المشكل. ماشي مشكل، شوفي الا كنتي غير في كازا دوزي عندنا المحل يشدوا لك القياس على يديك، يشدوا لك القياس ويصوبوهم لك غزالين وزوينين. صافي بالنسبه للبنات هاد السرتله هادي كدير 13300 درهم، 13300 درهم، 600 درهم للغرام. البنات هادي 3 دي غزاله، قياس صغير البنات كما قلت لكم، قياس صغير واخا كيكونوا الغرامات قلال راه شادين في الصح. يكو كانت هادي قياس كبير 13300 درهم غيكونوا ضعاف، واخا تيبانوا بحال هكا وني غيكونوا ضعاف. فهمتوني البنات؟ ايوا سيري عند خديجه المحل غتهلا فيك. هذاك الشيء اللي كاين. الا كان خاتم اللي في يدك شحال هذا؟ لاله هميزه امل اسلامي، هذا البنات هميزه، صوم 550 درهم للغرام، فيه 12 غرام فاصله واحد، كيدير لاله 6650، 6650 غزال. خديجه اختي كنلبس في الدوره ديال ايدي 18 حتى 19 على الاكثر ومني دار. ماشي مشكل، راه تجي قدك هادي تجيك مزيانه، ولا ما جاتكش راه نقصوا لك منها واحد السنينه ولا، ولي من الاحسن خليها غزاله. هادي فيها 20، هادي فيها 20. اختي كتكون في كازا بصح، المشكل دابا انا برا في المغرب وكنت غنعشقاهم مره. ماشي مشكل، شوفي اختي دوزي عندي الواتساب نتفاهم معاك ونصوبهم ليك، ولا ما جاوش قدك انا راه ما غنضيعش فيهم، غنعاود نبيعهم ونصاوب لك حاجه اخرى. الله يحفظك ويبارك لك في تجارتك، عطيني خاطر مع كل شيء، الله يسهل عليك. ماشي مشكله البنات، انا ما حدي حاله لايف، وانتم معايا كتبارطاجيو ومعايا، ويعني انا راه الاشاره ديالكم اللي سولتني على شي حاجه راني نجاوبها. انا هذه هي الخدمه ديالي، سواء المحل ديالي ولا ماشي ديالي، ما حد الناس كيحلوا لايف خاص يتعامل مع اللي كنتعامل انا البنات مع كل شيء، اللي عنده اللي ما عندوش، اللي بغى غير يسول ما عنديش المشكل. انا البنات راه انا بحال هكذا، وما تنحملش البنادم اللي كيحقر، ما كنحملوش. براسي اللي في يديك راه تقول الله يعطيك الصحه. هذا اختي جاكوار 600 درهم للغرام، كيدير مليون و16 ريال، مليون و16 ريال، مليون 16 ريال، صوم 600 درهم للغرام. البنات بالنسبه لهذا الشيء كاملين كنبيعوه للغرام. نكمل معاكم البنات، اللي بغات شي حاجه دوز عندي غير الواتساب. البنات هذه غزاله، انا بعدا حمقاتني هذه البنات، كتجي في اليد خطيره. دابا البنات هذه صغيره ما نقدرش نلبسها، واللي كتجي غزاله غزاله فنه. هذا البنات كدير 22950، 22950. الله يحفظك اختي بارك الله فيك. انا في براسلي 19، وهادي ذهبي دار لي فيهم 22 وقلت ليه كبار قال لي عادي. في البراسلي السي الحسين فهمتها، في البراسلي قالت كتلبس 19 والذهبي دار ليها 22 يعني في الدبليج. هو هذاك القياس، هو هذاك القياس.
ياك هو هذاك لا هذاك هو القياس، هذاك هو القياس 19 22 في الدبليج، حيت البنات القياس ديال البراسي راه ماشي هو القياس ديال الدبليج. البنات هادو كما قلت لكم طوبو غزالين، قياس صغير كيجيو كيحمقوا، عجبوني غزالين البنات. هادو ما كيديروا 22950 سينيالو، شنو هي سينيالوني ما فهمش، اومنيدال كيفاش ما فهمتش. البنات عافاكم بارطاجيو بارطاجيو وديروا لي لي جيم ولي كور، الله يعطيكم السر. البنات هذه كدير 22950، انا قربت نسالي واخا سينيالي وغنكون ديجا في لاباج نلوح في لاشين يوتيوب. اللي ما عمره ما دخل عندي يدخل عندي قناه يوتيوب دايره بيجو تخي خديجه، يتابونا معايا يبارطاجي القناه ديالي مع الناس اللي كيعرف. ومرحبا بكم، مرحبا والف مرحبا اختي. شحال واحد حبسوا لي انا، حبسوا لك اللي انا كيطلعوا لي لي كومونتير عافاك، ورينا الكورميت اللي في يديك. هذه اختي، هذه اختي ان شاء الله الا كتبت الام نضال، هذه كديرها لالا 21750 صوم 550 درهم للغرام، 39 فيها 39 غرام فاصلة 55. ها انت اختي هذه هميزة، هذه هميزة، هذه هميزة. اللهم يا اختي نصيفط لك تصاوب في الواتساب وسيري الله يسهل عليك ويغلبك على من عادك يا ربي امين. المهم اختي نصيفط لك تصاور صافي ماشي مشكل، انا ديما كنتفرج في اليوتيوب اول مرة شديت اللايف في الفيس. مرحبا بك اختي، مرحبا مرحبا. نكمل معاكم البنات، بالنسبه كما قلت لكم لي براسلي كلهم للغرام، كلشي للغرام، صوم 600 درهم للغرام. ولي موديل اللي بغيتو، انا عندي لي موديل حاليا دابا اللي كاينين، ولا كان عندك شي موديل نتيا دوزي عندي الواتساب صيفطي لي لا فوتو ديالو نصاوبو لك ملي كيفوتني اللايف كنشوفو في اليوتيوب. مرحبا اختي مرحبا. حتى دابا اختي الا بغيتي تعاودي عاودي اختي في اليوتيوب، بارك الله فيك اختي الله يكبر بك. ها نتوما البنات هادو صوم 600 درهم للغرام مشرابي. كاينين البنات شي حوايج شي حوايج يعني ما عندهمش الاسماء، المهم موديل وصافي. والله الا كبسوا هادو البنات مشرابي، هاد البنات بحال ديال اش نقول لكم فحال دي فحال الودعه ولا فهمتي هادو يعني فهمتي يعني هذا ديال الكلاش كاين الكورميت. البنات هادشي كلشي للغرام، كلشي للغرام، كلشي كلشي للغرام البنات كلشي. اللي بغات شي حاجه دير ليها غير السكرين. بالنسبه للبنات هذا كلاش كيدير 9900 درهم، نصو كلاش ونصو سامبل والنص صح العمل. تقيل البنات ومضوبل البنات في الخدمه مضوبل. بالنسبه للبنات لهاد السريت لهادي كدير 14400 درهم. ان شاء الله ديري لايف تيك توك ان شاء الله، راه غادي ندير ان شاء الله ان شاء الله. لا ام نضال انا غادي عندي داكشي مزيان، انا طالع ليا لي كومونتير كيطلعوا طالع ليا اللايف الحمد لله. ام نضال شوف واقيلا هانتي خرجي وعاودي دخلي، خرجي من اللايف وعاودي دخلي. هذا البنات كدير 14000 راكي عزيزه هي البنت عمي فوزيه بنت سبعه الله رحمها الله يا ربي امين يا ربي يرحم الجميع يا ربي. خرجي وعاودي دخلي هذاك الشيء، خرجي وعاودي دخلي اللايف. هذا البنات كدير 14400 درهم، 14400 درهم. هذا البنات قياس صغير وصحاحين البنات كما كنقول لكم، الا كانت عندكم الدوره ديال يديكم صغيره راه ما عندكمش المشكل تاخذوا الغرامات قلالين، حيت البنات كتكون الدوره صغيره. هادو البنات ب 3 14400 درهم، 14000 شحال الواحد. هادو الواحد غنديروا 14000 400 درهم، غادي نقسموها على 3 غادي تعطينا 4400 درهم، 4400 درهم، 4800 درهم للواحد، 4800 درهم للواحد، 4800 درهم للواحد. بثلاثة 14400 درهم. البنات هذه دورة صغيرة والنص صحيحة غزالة. بالنسبة لهذا الكلو هذا صوم 600 درهم للغرام كيدير 5200 درهم، 5200 درهم. بالنسبة لهذا ديال الكورميت
هذا البنات ديال الكورمات كيدير مسيختي، يعني بلاصه مسيختي وبلاصه لا، كيدير 4350، 4350. هذا البنات ديال الكورمات صحيح، الدوره تاع هي 6 واقيله على اظن 6، صحيح البنات كيدير 4350، يعني 87 ألف ريال، 87 ألف ريال. بالنسبه لهذا البنات كيدير 8000 درهم، كيدير 8000 درهم، درني عمكي 8000 درهم، كيدير 8000 درهم. نكمل معاكم بالنسبه للبنات لهاد التعليقه، هادي فيها هداي فيها 2.2 غرام، غنضربوها في 600 درهم، 1320، 1320. هذا البنات ديال كينزو تعليقه، واني راه صحيحه البنات، الصح والعمل. عتي حتى من مني غتخشي، يعني داك التعليقه ديال داك الخريصه ديالها فين غتعلقي السنسله هي صحيحه، كدير 3000، 1320، 1320 فيها 2.2 غرام، صوم 600 درهم الغرام. الناس اللي خداو كينزو داك ديال الصغير ديال 3 ديال 2000 و هذا اللي خداو هذا راه غادي تمشي معاه هادي. ها نتوما البنات راه غتمشي معاه هادي، شتيهم غتمشي معاه، ما عرفت كيفاش دير باش نوريها لكم. غزاله كدير 1300 البنات، راني خدامه على هادو، غادي نصاوبهم كبار منهم شويه باش اللي ما هذا باش اللي خدات هاد كينزو الكبير تواتي معاه التعليقه ديالو، وتا الحلقات حتى هما خدامين عليهم. صافي البنات، هادو البنات ديال ديك الكليبرا كيديروا 16250، براسليات ديال ديك الكليبرا لور سامبل ومن القدام ديك الكليبرا تا هو قياس صغير، صحيحين البنات، كيديروا 16250، 16250. بالنسبه لهادو البنات كيديروا 19700 درهم، 19700 درهم، 3 البنات هاد الدبيل جات البنات 3 كيديروا 19700 درهم. هاد الشيء اللي كاين، نشوفوا هاد التعليقه ديال الكلاش فيها 2 غرام، كاينه شي سلعه باقي واش هميزات؟ لا لا ماشي لا، هادو جداد البنات، عندي هميزات، عندي هاد الخاتم وعندي هذا، عندي هادو، هادو هما الهميزات. عندي هذا كيدير 2500 درهم، كيدير هذا 6650، وعندي هادي هميزه دوزيام مان، هما اللي هميزه. كلشي جديد البنات، كلشي جديد. بالنسبه لهاد التعليقه هادي فيها 2.6 غرام، غنضربوها في 600 درهم، كدير 1600 1560، قول 1550 ماشي مشكل، 1550، 31000 ريال. هاد التعليقه البنات ديال الكلاش صوم 600 درهم للغرام، كدير 31000 ريال، 31000 ريال. هادشي اللي نقول لكم، شكرا لكم بزاف، والله يكبر بكم، وان شاء الله. سلام خديجه، عندي طوانق نوع باش تبيعيهم عندكم 40 ساعة اختي؟ عندي طوانق نوع، طوانق الوليده باغا تبيعهم عندهم 40 سنة. عبد الرحيم دوز عندنا عندك الريسي ماشي مشكل، دوز عندنا غير المحال ان شاء الله، ونشوفوهم نعيروهم ونشوفوهم واش ديجا واش مهرسين واش هذا واش كانوا ديجا، فهمتي؟ نشوفو داكشي الا كان مزيان راه ان شاء الله نشوفو معاك فيهم، ماشي مشكل. مرحبا البنات، نخليكم على خير. اللي بغات تعاود اللايف تدخل عندي قناه يوتيوب بيجو تخي خديجه. كنشكركم بزاف على اش نقول لكم، على المتابعه عفاك 6.3، عفاك براسلي اكس 6.3. يوسف عندك شي براسلي ديال اكس؟ ما كاينش، دوزي عندي غير الواتساب نصاوبولك، صوم 600 درهم للغرام. البنات نخليكم على خير، كنشكركم بزاف. اللي بغات تعاود اللايف تدخل عندي قناه يوتيوب بيجو تخي خديجه،
شكرا لكم بزاف، وان شاء الله الاربع ان شاء الله مع 8 غندير لكم لايف جديد، وكنتمنى ان شاء الله توجد لي السلعه ونبرعكم ان شاء الله. ومعايا كما قلت لكم ان شاء الله كلشي غادي يلبس، غير صبروا معنا ان شاء الله قبل ما يعني لي موديل. خدمنا على لي موديل كثارين وعلى لا كونتيتي ان شاء الله. مرحبا نوع الذهب الاحمر، ماشي مشكل فحال فحال، المهم الذهب اللي كيكون يا احمر يا اصفر يعني كله راه تيكون عيار 18. صبحي على خير، يلا بسلامه عليكم البنات، كنشكركم بزاف بزاف، شكرا لكم بزاف، الله يكبر بكم.